بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب 19، كتاب الطلاق، وفيه 9 أبواب. والطلاق مشتق من الإطلاق أو الإرسال أو الترك. يعني تقول طلقت البلاد، طلقت البلاد يعني تركت البلاد، أو تقول أطلقت الصيد يعني أرسلت الصيد. معلوم أن الطلاق هو حل عقدة النكاح، وحل عقدة النكاح يحل بالطلاق والخلع والفسخ في 3 حاجات، إما بالطلاق أو الفسخ. ونيجي في الخلع، هل الخلع طلاق أم فسخ؟ فيها أوجه. يبقى إيه؟ يحل عقدة النكاح اللي هو عقد النكاح بالطلاق أو الفسخ، والخلع نخليه في النص كده بينهم، لأن الخلع فيه وجهان، هل هو طلاق ولا فسخ؟ عند الشافعية وجهان، والراجح عندهم أنه فسخ. الطلاق من حيث زمن وقوعه ينقسم إلى طلاق بدعي وطلاق سني. من حيث زمن وقوعه ينقسم إلى طلاق بدعي يعني محرم، وطلاق سني يعني جائز لا إثم فيه. الطلاق البدعي أن يطلقها في حيض بغير رضاها أو على غير عوض، أو يطلقها في طهر مسها فيه، يبقى اسمه طلاق بدعي يأثم. يبقى الطلاق البدعي له صورتان: أن يطلقها في حيض بغير رضاها أو بغير عوض منها. لكن افرض هي حائض وبتقول له طلقني طلقني طلقني، هي اللي بتطلب له أن يطلقها وهي حائض، ولا يأثم. ليه؟ لأن هي طلبت. أو خالعته على عوض في وقت الحيض فلا يأثم، لكن يأثم متى؟ إذا طلقها بغير طلب منها أو بغير عوض وقت الحيض، هنا يأثم. أو طلقها في طهر مسها فيه يأثم أيضا. والطلاق السني، السني يعني الجائز بلا إثم، يعني اللي هو المطابق لمراد الشارع، أن يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، ده الطلاق السني، يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. وينقسم أيضا الطلاق من حيث الصيغة، صيغة الطلاق، إلى طلاق صريح وطلاق كناية. والطلاق الصريح هو ما كان بلفظ الطلاق أو التطليق اللي هي الطاء واللام والقاف، يبقى ده يسموه صريح. أما أي لفظ آخر بغير كلمة الطلاق أو التطليق أو الإطلاق
فيسمى كناية. كان يقول لها اذهبي لا أريد أن أعيش معك، اذهبي إلى بيت أبيك ولا أراك بعد اليوم. تحتمل إيدي يعني، تحتمل كده وكده، يحتمل أن يقصد أن يطلعها يعني. وعلشان كده اللفظ اللي فيه كناية لابد أنك تسأل فيه على نية الزوج، إنما اللفظ الصريح لا يسأل فيه على النية، لأنه صريح واضح، صريح مريح واضح. وينقسم الطلاق أيضا على حسب نفوذه إلى طلاق ناجز وطلاق معلق. طلاق منجز يعني إيه؟ نافذ في الحال، وطلاق معلق يعني معلق على شرط. ثم بعد ذلك يجب أن نعلم أن الطلاق الذي يطلقها الرجل ويكون في طهر مسها فيه أو في أثناء حيضها أنه يحرم ويحسب من الطلقات. أجمعت الأمة على أنه يحسب من عدد الطلقات، فإذا طلق وهي حائض تحسب الطلقة ويأثم. طب وكيف يخرج من الإثم؟ يراجعها، يردها، ثم ينتظر حتى تطهر ولا يمسها في طهرها ثم يطلقها، ويبقى كده خرج من الإثم ولكن كأنه طلقها مرتين. يبقى العقوبة أنها تتحسب عليه الطلقة وتضيع عليه، ويضيع عليه فرصته. فإذا طلق وهي حائض يأثم، طب كيف يخرج من الإثم؟ يردها ثم ينتظر حتى تنقضي حيضتها ويأتيها طهر لا يمسها فيه ثم يطلقها بعد ذلك وتتحسب الطلقتين. طب افرض طلقها وهي حائض ولم يردها، حسب الطلقة خلاص، فإذا انقضت عدتها بانت منه. طب وليه يحرم تطليق المرأة وهي حائض؟ لأنه يطول عليها العدة فيضرها، لأن العدة ثلاثة قروء، فإذا طلقها وهي حائض أطال عليها العدة، لأن مش هتتحسب الحيضة دي من الأقراء، لازم ننتصر بقى تبتدي تعد من بعدها، فيبقى أطال عليها الإيه؟ العدة. ولو طلقها في طهر مسها فيه قد ينبني على هذا المس حمل، فإذا طلقها قد يظهر الحمل فيندم، ولذا لا يطلقها في طهر مسها فيه حتى لا يكون هناك حمل فيندم بعد ذلك أنه طلقها وهي حامل. وأيضا يمنع الزوج أن يطلق وهو غضبان، لأنه قد تغضبه وهي حائض فيفكر في طلاقها، فيأتي الشرع فيلجمه ويمنعه ويقول له انتظر حتى تطهر من حيضتها ثم طلقها إن شئت، فينتظر، فإذا انتظر هدأ غضبه فربما أمسك ولم يطلق، لأن مراد الشارع عدم التطليق، فيعطيه فرصة يراجع نفسه ويهدأ غضبه. كل دي أمور وحكم في الشرع الشريف. الطلاق أصله عند الشافعية أنه مكروه وليس مباحا. أصل الطلاق عند الشافعية مكروه وليس مباح، لقول النبي أبغض الحلال عند الله الطلاق، فسماه حلال بغيض، والحلال البغيض المبغض يكون مكروها. يعني لو طلق لغير سبب، لو طلق لغير سبب، مفيش أي سبب، بيطلق بس مراته مريحاه وهو مبسوط معه كل حاجة مفيش مشكلة وطلق كده، نقول له مكروه.
الطلاق يحتمل 4 أحكام، قد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون حراما. يبقى الطلاق يحتمل ايه؟ 4 أحكام. ما يحتملش 5 لانه لا يتصور انه يكون مباح، لان احنا قلنا ان الاصل فيه انه مكروه، فيبقى ايه؟ مفيش صورة للطلاق المباح. يبقى الطلاق يحتمل 4 أحكام: حرام ومكروه وواجب ومندوب، ولا يكون مباحا بمعنى مستوي الطرفين، ما يكونش ابدا كده. الواجب ليه صورتين، الطلاق الواجب ليه صورتين في الشرع. متى يجب في حقه الطلاق؟ ليها صورتين. الصورة الأولى إذا حكم الحكمين. إحنا قايلين إيه؟ فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فلما جاء الحكم من أهله والحكم من أهلها وجدوا أنه لا سبيل للإصلاح وأن الطلاق هو أفضل حل، فحكموا بالطلاق، يجب في حقه الطلاق الآن. يبقى متى يجب الطلاق؟ إذا حكم الحكمين. يبقى يسمى طلاق واجب بحكم الحكمين. والصورة الثانية للطلاق الواجب المولي الذي حلف ألا يقرب امرأته ولا يجامعها ولا يعاشر وتفضل في عصمته. يبقى يجب في حقه الطلاق إن مر عليه 4 أشهر ولم يفيق، يبقى وجب في حقه الطلاق. واضح؟ يبقى يجب الطلاق في حق المولي بعد مرور 4 أشهر. المولي هو الذي أقسم ألا يقرب زوجته ولا يعاشرها المعاشرة الطبيعية. يبقى له أن يمتنع 4 أشهر، فإن استمر يبقى وجب في حقه الطلاق. أما الطلاق المكروه اللي احنا قلناه اللي هو اصله ان يبقى الحال بينهما عاديه، في سبب وجيه للطلاق وطلق، يبقى نقول له ده مكروه. وده اللي النبي قال عليه صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال عند الله الطلاق. اما الحرام فليه 3 صور. الطلاق المحرم ليه 3 صور. الصوره الاولى احنا قلناها ان يكون في حيض في أثناء الحيض بلا عوض أو طلب منها، يبقى في الحالة دي ده طلاق حرام. الصورة الثانية قلناها برضو وهي أن يطلق في طهر مسها فيه. والصورة الثالثة في الطلاق المحرم أن يطلقها وكان عنده زوجات أخرى قبل أن يعطيها قسمتها من القسم، لأن ليها حق في القسم. هو عنده 3 زوجات مثلا، بيبيت عند كل زوجة يوم وليل، فجاء وقت إحدى الزوجات فطلقها قبل أن يعطيها وقتها من القسم، يبقى هنا يأثم، طلاق حرام. يعطيها حقها من القسم ثم بعد ذلك يطلق حتى لا يكون ظالما، ليخرج من الظلم. ومتى يستحب الطلاق اللي هو الطلاق المندوب بقى؟ إذا خاف أن يقيم حدود الله، يعني العشرة بينهما فيها نوع من العصبية والمشاكسة والعناد، لا هو عارف يعاشرها ولا هي عارفة تعاشر، في مشاكل دائمة بينهم، مش متفقين، ليس بينهما مودة ولا رحمة، هي تعانده وهو يعاندها، يبقى هنا يندب الطلاق، يستحب أن يطلق، لأن هذه العشرة تمنعه تجعله يقع في الحرمة، وهو عدم أداء الحق من حسن العشرة. أو أن تكون المرأة ليست عفيفة، بتكلم الرجالة بطريقة مثلا تضايقه،
ما بتهتمش بانها تظهر امام الرجال الاجانب وهي محجبة، فبتظهر امامهم بايه، بثياب المهنة، وهو بيغير عليها ويكلمها كذا مرة ما فيش فايدة، تخرج تنشر الغسيل بقميص النوم في البلكونة. يا بنتي كده ما يصحش، مفيش فايدة. تنزل تشتري الخضار من الراجل الخضري، تقعد تتكلم معاه وتتبسط معاه في الكلام وتضحك وتهزر مع البقال وتهزر مع المكواجي. ايه التصرفات دي؟ في الحالة دي ايه يستحب ان يطلقها؟ فهمت بقى؟ يبقى عرفت الصور بقى؟ يبقى قد يكون واجبا، قد يكون مكروها، قد يكون مندوبا، قد يكون حراما، والله تعالى اعلى واعلم. اما جمع الطلقات الثلاث دفعه واحده هنبقى نناقشها بعدين بكره. باب تحريم طلاق الحائض، الباب الاول بقى. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، يعني يتحسب اهو خلافا لابن تيمية الوحيد في علماء المسلمين، خالف الإجماع ابن تيمية الوحيد، وعشان كده حكموه هنا في مصر قضاة عصر، خالف الإجماع. كان يقول أنه لو طلق وهي حائض لا تحسب طلقة ولا يقع الطلاق، وانه لغو. جابوه هنا، يا ربنا يهديك، ليه بتقول كده؟ ده الاحاديث اثبتت انه يقع، والامه اجمعت على وقوعه، والصحابه كانت تقول انه يقع. ازاي تقول لا يقع؟ يقول لانه حرام، والحرام لا ينبني عليه حكم. الله، بمخك كده؟ ما هو حرام وينبني عليه حكم عقوبه لانه ارتكب الحرام. فهم؟ فابن تيميه الوحيد، واخذوا هذا عنه وهابيه العصر. كل الوهابية يقولوا زي ابن تيمية، يخالفوا الإجماع ويطلق زوجته وهي حائض وما يحسبهاش طلقة، وعشان كده كتير منهم تلاقيه عايش في الحرام، هو مش واخد باله. فما ينفعش. أجمعت الأمة على أن طلاق الحائض يقع ويأثم، لكن يتحسب طلقة، وانه لو خالف وقع الطلاق، يعني لو خالف وطلق وهي حائض وقع الطلاق، يعني اتحسب، ويؤمر برجعتها حتى يخرج من الاثم. يؤمر بايه؟ يراجعها حتى لا ياثم. باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للامام مسلم في صحيح الحديث 25 بعد 703,000، قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. شوف كلام النبي، عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، سيدنا عمر ابوه راح للنبي بيساله، بيقول له ابني عبد الله طلق امراته وهي حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها. يبقى المراجعه لا تكون الا بعد طلاق وقع. يبقى النبي حسبه قال له مره فليراجعها، والرجعه لا تكون الا بعد طلاق وقع، يسموه طلاق رجعي. فهم؟ فمره فليراجعها دليل على انه وقع. مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق. طب ليه؟ قال له يتركها طهر كامل ما يكرباش فيه، وبعدين تحط حيض تاني، وبعدين لما تطهر تاني يطلق لو حب. الطهر الأولاني ده حتى يتثبت من أمره، يراجع نفسه كويس حتى لا يندم، لأن اتحسب الطلقة خلاص، فعايز يديله فرصة كمان طهر كامل يفكر يستمر ولا لا. ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس، يبقى يطلقها في طهر لم يمسها فيه.
فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. تلك دي تعود على الطهر. الشافعي قالوا اه تعود على الطهر. يبقى ايه؟ يبقى الاقراء ثلاث قروء، يبقى القرء هو الطهر. الشافعية والمالكية عندهم القرء، والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، قال القرء هو الطهر بدليل قول النبي فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان يطلق لها النساء. فتلك العدة يعني الطهر ده، وعشان كده قال مستقبلات عدتهن في طهرها ده. وطهرها ده يتحسب ايه؟ يتحسب الطهر اللي طلقها فيه ده، يتحسب ايه؟ من الاقراء. يبقى الطهر اللي مسها فيه ده يتحسب من الاقراء. وتنقضي العده بنهايه الطهر الثالث، بمجرد حيضتها من الطهر الثالث يبقى كانها طهرين وبعد طهر. فهمت ازاي؟ فاعترض الاحناف الذين قالوا ان القرء هو الحيض، قالوا انتوا كده يا شافعيه خليتوها طهرين وجزء من طهر، يعني قرئين وشويه مش ثلاث اقراء، وربنا بيقول ثلاثه قروء. فالاحناف قالوا ان القرء هو الحيض، لازم تحيض ثلاث حيضات. فهمت؟ فالشافعيه قالوا لا، الشرع والمالكيه قالوا الشرع الشريف يأتي بجزء الشيء ويجبره بالواحد. يقول الحج أشهر معلومات، وهو شهران وعشرة أيام وسمى أشهر. وقال برضو الحج أشهر معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يومين وهي في الحقيقة يوم وبعض يوم، ما بيقعدش يومين كاملين. المتعجل بيمشي قبل غروب الشمس اليوم الثالث، فهم؟ وبالتالي يبقى بيطلق بعض الشيء يجبر ويحسب شيء كامل في الشرع الشريف، وبالتالي بعض الطهر يحسب طهر، ثم بعد ذلك طهرين كاملين يبقى الطهر هو الايه. فهمت بقى المناقشه؟ لان المالكيه والشافعيه عندهم القروء هي الاطهار، والاحناف قالوا ان القرء هو ايه؟ الحيض. طب والقرء في اللغه معناه ايه؟ مشترك بين الحيض وايه؟ والطهر. معناه في اللغه الحيض والطهر مشترك مستويان. الشافعيه رجحوا انه هو المراد في الشرع الطهر بقول إن فتلك العده. تلك تعود على الطهر في الحديث هنا. تلك تعود على الطهر. فهمت المناقشات اللي بين العلماء؟ لا، عبد الله بن عمر ده عمر بن الخطاب راح يسال سيدنا الرسول عشان ابنه عمل كده، بيسال من اجل ابنه. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن وابن رمح. طب وليه ما قلناش الحنابل؟ ما احنا قلنا الاحناف عندهم القرء هو الحيض، والشافعيه والمالكيه القرء هو الطهر، والحنابله قولان، قول زي الشافعية وقول زي الحنابلة، عشان كده ما قلناهمش. فهمت ليه ما قلناش الحنابلة؟ لأن لهم قولان، قول كالشافعية وقول كالمالكي. يعني الإمام أحمد بن حنبل قبل ما يقابل الإمام الشافعي كان بيقول زي مدرسة الكوفة القر هو إيه؟ الحيض. تتلمز على الإمام الشافعي فتأثر بفقه الإمام الشافعي فقال أن القر هو الطهر، فورد عنه قولان في المذهب. فهمت بقى؟ عشان كده كتير ما نقولش قال الحنابل. ليه ما بنقولش؟ لان لما بنقولش بتلاقيه ايه؟ واخد قولين زي المذهبين التانيين. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح، واللفظ ليحيى. قال قتيبة حدثنا ليث، وقال الاخران اخبرنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله انه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها
فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، تلك اللي هي الطهر يعني، ده كلام الشافعية. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها طلقتها وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. يعني طلقتها ثلاثا، ايه هتيجي بقى لمناقشة الطلاق الثلاث؟ لان ايه الطلاق الثلاث بيقع عند معظم العلماء لو كرره في المجلس الواحد يقع ثلاثا. وان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما امرك من طلاق امرأتك. يعني جمع الثلاث في مجلس واحد مكروه، وبعض العلماء قال حرام، بل عند الشافعي عند المالكية والاحناف انه بدعة. ان طلق ثلاثة في مجلس واحد بدعة، ويقع بدعة ليه؟ لانه حرام، لانه ممكن ايه يندم ندم شديد. وعند الشافعية انه مكروه وليس بدعة، مكروه لانه ما زال في حكم المطلق. وعصيت الله فيما امرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله تطليقة واحدة. يبقى تطليق اكثر من تطليقة في مجلس واحد بدعة عند المالكية والاحناف ومكروه عند الشافعي. وما نقول بدعة يعني ايه؟ يعني لم يفعله السلف ويأثم يحرم في حق، ادي معنى بدعة عنده. جود الليث يعني ايه؟ يعني قالها بدقة، يعني الرواية اللي جت من طريق الليث قالها بدقة وحفظ وضبط. جودها يعني جعلها جيدة منضبطة، فاهم؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى، فاذا طهرت فليطلقها قبل ان يجامعها او يمسكها، فانها العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحد اعتد به. يعني التطليقة اللي ايه الاولانية دي ايه اعتد بها، ادي معنى ايه، لانه قال له فليراجعها. ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها. وعن ابي قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة وابن المثنى. وخد بالك ان العدة هتتحسب من اول طهر اللي فات، يعني هو هيطلقها وتقعد طهر واحد باقي عليها، فهمت؟ لان الاولانية محسوبة. فهمت المسألة؟ يعني مش هتتحسب العدة من بعد التطليقة الثانية، لا ده محسوبة من اول ايه الطلق الاولانية، من اول الطهر اللي جالها وامسكها، ده محسوب من العدة. واضح؟ وعن ابي قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه وابن المثنى قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عبيد الله بهذا الاسناد نحوه، ولم يذكر قول عبيد الله لنافع. قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال ابو بكر: فليراجعها. احنا قلنا ان الشافعيه والمالكيه قالوا ان الطهر وانه بيبقى في الحقيقه طهران وبعض طهر، مش كده؟ الامام الزهري
قال زيهم، بس قال ايه؟ لازم يستنى طهر كامل، لازم يستنى طهر كامل. فهمت ازاي؟ عشان يبقى ثلاثة كاملين، ما ينفعش يبقى طهران وبعض طهر. ده الامام الزهري الوحيد قال زي المالكية والشافعية، بس زاد عليهم قال لازم تكمل طهر كامل. فهمت؟ وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. مش ربنا بيقول فطلقوهن لعدتين؟ أدي هي دي. قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. وعن أبي قال حدثني عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد وهو ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى التطليقة الثانية تبقى نمرة 2. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. يبقى يجوز إيه؟ تطليق المرأة الحامل، طالما أنت عارف أنها حامل طلقها، عايز تطلق طلق. ليه؟ لكن ايه لو انت مش عارف انها حامل في طول ما سبتها ما تطلقهاش، لان ربما لو حملت تندم. لكن لو هي حامل وانت عارف انها حامل ثم حدث الخلاف واردت ان تطلق، لك ان تطلقها لانك لن تطيل عليها عدتها، لان عدتها ان تضع حملها. فهمت؟ يعني بنقول له طلق وهي حامل، لا، يعني احنا بنقول ان الطلاق اصلا مكروه، لكن لو طلق وهو حامل لا يقع في الحرمه، ليس كمن طلق في ظهر مستها فيه او في اثناء حيض. ادي المعنى. مش معنى كده ان اي واحد مراته حامل يروح يطلقها، لأن بتكون بتفهم غلط. وعن ابي قال وحدثني احمد بن عثمان بن حكيم الاودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امراته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك. وعن أبي قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمر أن يراجعها فجعلت
لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي، وكان ذا ثبت، يعني عنده ثبت، يعني كاتب الحديث في كتاب فما يختلطش عليه، ما ينساش. يعني الثبت هو ما يكتب في الحديث ليضبط ضبط الكتاب، في ضبط صدر وضبط كتاب. فحدثني انه سأل ابن عمر فحدثه انه طلق امرأته تطليقة بس، مش ثلاثة بقى، كان قاعد بيقول لك قاعد 20 سنة، فاهم ان سيدنا عبد الله بن عمر طلقها 3 تطليقات، والنبي قال له ايه؟ ارجعها وبعدين طلقها تاني. ما ينفعش، هيرجعها ازاي وثلاث تطليقات؟ فاهم؟ فحدثه انه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، فأمر ان يرجعها. قال قلت افحسبت عليه؟ بيسأله بقى، بيسأل ابن سيرين، أيوب السختياني بيسأل ابن سيرين، بيقول له أفحسبت عليه التطليقة وهي حائض يعني؟ قال فما أو إن عجز واستحمق. أمال يعني إيه يعني؟ أمال مش هتتحسب يعني؟ أفإن عجز واستحمق، يبقى ده اسمه إيه؟ استفهام استنكاري، بيستنكر عليه، ما هي واضح اتحسب. أمال لما قال له راجعها يعني إيه؟ يعني معناه اتحسب، يعني كأنه ايه؟ معترض على سؤاله لوضوحه، لوضوح اجابته يعني. ها؟ ايوه. قال فما او ان عجز واستحمق، نقول كده لمين؟ للوهابيه برضه اللي بيقولوا بكلام، نقولوا فما او ان عجز واستحمق. وعنه بيقال وحدثناه ابو الربيع وقتيبه. انا كنت بسمع ايام القنوات بتاعتهم الفضائيه بتاعتهم زي قناه الناس والرحمه وبتاع، كان تيجي لهم اسئله ان طلقت امراتي وانا حائض، يقول له ما جراش حاجه يا ابني، ما جراش حاجه في التلفزيون، جنان، حاجه جنان. ما دي المصيبه، انه اما يتعلم العلم بغير اساس وبعدين يقعد في شيخ مفتي ويجي له الاسئله ويفتي، تبقى فته مش فتوى، هتبقى فته، والفته دي المصريين بياكلوها مش بيعملوا بيها، فحاجه غريبه، فخلطوا الفتوى بالفته، فده ما ينفعش. وعن ابي قال وحدثناه ابو الربيع وقتيبه قال حدثنا حماد عن ايوب بهذا الاسناد نحوه، غير انه قال فسال عمر النبي صلى الله عليه واله وسلم فامره. وعن ابي قال وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب بهذا الإسناد وقال في الحديث فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من غير جماع، وقال يطلقها في قبل عدتها، يعني مستقبل عدتها، في قبل عدتها يعني، يعني مستقبل، يعني الطهر اللي طلقها فيه ده محسوب. فهمت ازاي؟ وعن أبي قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علي عن يونس عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره أن يرجعها ثم تستقبل عدتها. قال فقلت له إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض أتعتد بتلك التطليقة؟ قال فما أو إن عجز واستحمق. أمال إيه يعني؟ كأنه بيقول له أمال إيه يعني؟ فهم؟ مش عاجبه يعني. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. قال فقلت لابن عمر أفأحتسبت بها؟ قال ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق. هنا بقى كلام ابن عمر مش ابن سيرين، يعني كأن ابن سيرين كرر كلام سيدنا عبد الله بن عمر لما واحد برضه ايه سأل. يعني هنا بقى قال فقلت لابن عمر أفحتسبت بها؟ قال ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق؟ ما قالش فما، اللي قال فما ده من ابن سيرين.
انما لكن دليل ان سيدنا عبد الله بن عمر ايضا كان علم انها محسوبه، وطالما محسوبه احنا هنمشي ورا حمقه وهنمشي ورا جهله. فهمت؟ ايوه. كيف تكون المراجعه؟ بقلبه، حتى مجرد بقلبه يراجعها كده بقلبه، يخليها قاعده في البيت ويصرف عليها. فهمت ازاي؟ وينتظر وبعدين يطلقها. المراجعه تكون بهذه الصوره. اي علشان يخرج من الاثم. يخرج من الاثم، يرجعها وينتظر حتى تطهر. ايوه. والطهر ده لا يجامعها فيه. ايوه. وبعدين ينتظر حتى تحيض تاني، ويجي الطهر بعد كده ويطلق. ومحسوب الطلقه الاولى. محسوب الطلقه واتحسب الطهر ده، لانه ده تبع العده. اللي هو الطهر والطهر اللي هو طلقها فيه، ادي محسوب نمره اثنين، يبقى انا اصلها طهر واحد. وتبين منه. فهمت بقى المسألة؟ يبقى كده ما طولش عليها العدة. كده ما طولش عليها العدة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر عن امرأتي التي طلق فقال طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قلت فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال ما لي لا اعتد بها وان كنت عجزت واستحمقت. عشان تعرف ان الوهابية يرجح قول ابن تيمية على قول الصحابة. ابن تيمية لما قال ما يتحسبش خدوا قول ابن تيمية. طب والصحابي ما خدوش ليه قول سيدنا عبد الله بن عمر؟ لا، لان ابن تيميه قال كذا. عندهم ابن تيميه اهم وفهم ابن تيميه اقوى. يعني شيء عجيب المبالغه في انك انت تسير خلف عالم وانت مغمض عينيك. هذا خطا شديد، لابد كل يؤخذ منه ويرد. الا رسول الله كل يؤخذ منه ويرد. حتى الصحابي يراجع في فهمه. حتى الصحابي ممكن يراجع فيه، لكن عندهم ابن تيميه لا يراجع في فهمه. وابن باز وابن عثيمين عندهم كده بعض العلماء لا يراجعوا في فهمهم. هم دول اللي بينزع عليهم وحي الفهم الصحيح. شيء عجيب. فإياك إياك. حتى لو كنت شافعيا ناقش الإمام الشافعي، حتى ولو كنت مالكيا ناقش الإمام مالك. كل يناقش. فإذا اقتنعت بها ونعمة، وإن لم تقتنع اسأل وابحث حتى تقتنع. انما هم ماشيين كده مغمضين ورا، زي ما يقول يقول. ما ينفعش، مش طريقه المسلمين. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن انس بن سيرين انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امراتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال مره فليراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها. قلت لابن عمر أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال فما، يعني أمال ليه؟ ليه ما احتسبهاش؟ وعن أبي قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حا قال وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما ليرجعها، وفي حديثهما قال قلت له أتحتسب بها؟ قال فما. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن رجل طلق امرأته حائضة فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال فإنه طلق امرأته حائضا، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها. قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبي. وعن أبي قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع وأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضة؟ فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، يبقى اسمها قراءة تفسيرية وليس القرآن، اسمها قراءة تفسيرية لأن هي طلقوهن لعدتهن، فأم النبي أرهله بالتفسير، إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، يسموها قراءة تفسيرية وليست قراءة قرآنية. وعنه به قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نحوه هذه القصة. وعنه به قال وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة. قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة مش عروة، يعني مولى عزة خلاها عروة ونقف على باب طلاق الثلاث غدا إن شاء الله. أيوه. بيقول هل يحتاج الطلاق الى التلفظ؟ طبعا لانه عقد، يعني لو طلق بقلبه بنيته لا تطلق، او برساله مسج بعت لها مسج على الموبايل يقع بالمكتوب والمنطوق، المكتوب واشاره المفهمه للاخرس والاشاره المفهمه من الاخرس، كل دي تقع. فهمت ازاي؟ وإذا هل يفتقر لطلاق يحتاج إلى شهود؟ لا يفتقر لشهود، الطلاق لا يفتقر، يستحب أن يشهد ولا يفتقر، يعني يمكن أن يطلق بلا شهود وربنا هو اللي يشهد عليه والإنسان يكون أمين على دينه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.